واش النادي النسوي هو التنميه؟ كتعلموا العيالات يخيطوا هذه التنميه؟ واش عباد الله في المقررات ديال القرايه؟ المقررات كنشغلوا الاطفال، كنشغلوا الدراري الصغار، كنشغلوا في المقررات المراه في الكوزينه والدري كيلعب الكره، هادشي في المقررات. الدوله كتكرس هاد التفرقه ما بين المراه وما بين الرجل. اليوم كنسول كنظن ما هو الدور ديالكم كفاعلات، ماشي كنهضروش الكوطه، ماشي خصنا عيالات نصوروا بهم في البرلمان، خصنا عيالات فاعلين. فاعلين اساسيين في الدوله كنلاحظوا بعد الرساله ديال النساء كيمشيو للقطاع الخاص. حيت عارفين السياسه فيها والو، اليوم كنعرفوا بان الحكومه كدير السياسات العموميه اللي كتوافق مع السياسات العامه اللي كيصاوبها سيدنا جلاله الملك هو الفاعل الاساسي داخل الدوله، اما الاحزاب السياسيه لا تقوم باي دور داخل الدوله. الناس اليوم تتعمق نزيف الثقافه، نسمعوا الان الشباب كانوا كيقول لك شنو كديروا انتم؟ الاحزاب السياسيه اقوى ساهم في النهايه، تقول لنا الكوره اقوى ساهم، كيسرقوا الحلوى كيديروا الحلوى في هذا في النهايه هذه كلها صور تكتفوا دلالات. واحد الاخ قبيله دار ديلوغي لو بوان سيغ هذاك المدخل السوسيولوجي والنفسي، راه ما درناش هذه الاسئله وقدينا نقاربوها بهدوء وبعمق، راه ماشي المشكل اليوم نصور البرلمان او الحكومه مفجره من الداخل واحزاب سياسيه متصارعه شي كيضرب في شي. انا بالنسبه لي المخيف هو المآل ديال هذا الشيء، لان حنا راه اللي جي رجعوا نهضر عليهم في الاستاذ خالد قبيله، اشنو هو التجسيد ديال حركه ما بعد المؤسسات ما بعد منطق التفويض، ولاو الناس كتقل عندهم منطق احنا مفوضنا كاش واحد يهضر بسمياتنا. دابا الشباب المتعاقدين اليوم النقابات ما يمدلوهمش التنسيقيات كاع تبع عندي انا وهي كاين عندنا مشكل موحد بيننا نخرجوا بوحدنا نديروا تنسيقيه، ما نعترفوا لا رئيس جماعه لا بريز ولا شباب الريف، راه ما كنشلموهم لان كيقولوا لهم هاكو المنتخبين كيقولوا لهم قاعده المنتخبين كلهم جاو، حيت الناس في الريف شافوا كيفاش جاو المنتخبين. الاحزاب السياسيه دكاكين انتوا مع عمركم بغيتوا تهضروا جيبوا لنا سيدنا جيبوا لنا الملك باش نهضروا معاه. اذا هذا المسار ما خصناش نقاربه بمقاربه اللي قاربنا بها حركه الريف، خصنا نقراوه، وباش نقراوه خصنا عقول كبيره ينفذوا اليها الهواء بشكل سليم، وهذيك العقول الكبيره ما معطيهاش الفرصه، بمعنى ان النقاش اللي خص يدار ما يدارش. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.